السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. حدد الإطار التنسيقي اليوم الجمعة موعدا لطرح مبادرات جديدة على التيار الصدري لحلحلة الأزمة السياسية بعد غلق زعيم التيار السيد مقتدى الصدر باب المفاوضات. وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار عدي عواد إن المبادرات التي طرحها الإطار التنسيقي لهدف الوصول إلى اتفاق داخل المكون الشيعي في اختيار معالم رئيس الوزراء لحد هذه اللحظة لم يتم الرد عليها من قبل التيار الصدري والأطراف السياسية الأخرى. وأضاف عواد أنه لا توجد مفاوضات ولا تفاهمات ولا حوارات مع التيار الصدري في الوقت الحالي، لأن زعيم التيار السيد مقتدى الصدر أغلق باب التفاوضات إلى 9 شوال المقبل. وتابع أن الإطار التنسيقي لديه مبادرات كثيرة سيتم طرحها على التيار الصدري بعد شهر رمضان المبارك من أجل حلحلة الأزمة وفتح الانسداد السياسي، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي في العراق لا يتحمل تأجيل في تشكيل الحكومة. ولفت أن الإطار التنسيقي يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم جميع أطراف المكون الشيعي وبدون أخصاء أي طرف، وخاصة التيار الصدري، والذهاب إلى قبة البرلمان معا واختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة كل الأزمات التي يمر بها البلد وقادر على إدارة البلد بشكل صحيح، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين.